وبعد هذا الجرافيك التحليلي ننتقل إلى الدائرة الخامسة وزميلي عايد العنزي. رحب فيك زميلي عايد من الدائرة الخامسة، لو بالإمكان أنك تطلعنا على التفاصيل الخاصة بالدائرة الخامسة، تفضل عايد. ارحب فيك باسمة وارحب بمشاهدينا الكرام وكذلك بالزميل صالح المطيري. يعني فعلا انا في الدائرة الخامسة وفي منطقة الرميثية بالتحديد، حيث يعني اللجنة الرئيسية هي تتشكل من لجنة رئيسية وعشر لجان فرعية. هناك في البداية ضعف شديد في عدد الناخبين في هذه اللجنة او في اللجنة الأصلية بالتحديد، لذلك نلاحظ نسبة الاقتراع يعني ما بين 13 الى 15%، رغم ان يعني عدد الناخبين حوالي 36,722 وهي نسبة لا بأس فيها، لكن يعني لاحظنا الضعف موجود في منذ صباح الباكر حتى هذه اللحظة، ويتنافس في هذه الدائرة خمسة مرشحين وهم جاسم محمد الحداد، حسن عبد الحميد بن حيدر، وعبد الله مرزوق الرومي، وكذلك محمد حسن الدرويش، ويوسف طاهر الصايغ. ونلاحظ مشاهدينا الكرام بأن فعلا هناك يعني هذه الدائرة تضم يعني خمسة مناطق، السالمية وراس السالمية والبدع والرميثية وسلوى، ولكن أنا في الرميثية حاليا قاعد أشاهد هناك ضعف في عدد الناس، ونتمنى يعني باجي ساعة إلا ربع تقريبا نتمنى أن يزيد عدد الناخبين أكثر في الوقت الحالي، لأن فعلا المجلس البلدي مهم جدا، ويعني لاحظنا هذا الضعف في أعداد الحاضرين، نتمنى يزيد خلال الساعات القادمة إن شاء الله. يعني يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة بالتحديد مشاهدينا 17,335 ناخب و 19,339 ناخب، أي مجموع 36,722، وتضم هذه الدائرة 39 لجنة، 19 لجنة رجال و 20 لجنة نساء. نتمنى مشاهدينا الكرام أن الساعة الأخيرة أو ثلاثة أرباع الساعة الأخيرة يكون هناك حضور، لأن فعلا الضعف شديد حتى هذه اللحظة في هذه الدائرة، ونتمنى التوفيق لجميع المرشحين في هذه الدائرة. أشكرك زميلي عايد العنزي من الدائرة الخامسة، وإن شاء الله سيكون في إقبال في الساعات أو في الدقائق الأخيرة المتبقية قبل إقفال صندوق الاقتراع. طبعا مشاهدي